في بدلوين مهم يخص هذا مساهمة منظمة المجتمع المدني، وهو أنه نلاحظ أن هناك تقييم ذي طابع سلبي وليس موضوعي. بمعنى آخر أن المنظمات المجتمع المدني تنظر إلى الجهة السوداء في المشروع، بينما كتحليل موضوعي. وأنا أتقمص الآن لباس باحث في القانون وأقول بأنه حين تقينا لأحد مشاريع القوانين التي نتوصل بها نحاول قدر الإمكان تحليل وتقييم بشكل موضوعي لهذه المشاريع، وبالتالي نحاول أن نساهم بمقتضيات قانونية بديلة لما هو مقترح. فأنا أدعو منظمات المجتمع المدني أن تقترح في نشاطاتها وفي تحركاتها مقتضيات قانونية بديلة لما تراه غير سليم. النقطة الأولى. النقطة الثانية، وهذه مهم، لأن كما تعرفون بأن الحق في الحصول على المعلومة فهو حق يغذي ويقوي ويدعم ويرخص ويكرس الحق في المعرفة، الحق في الإعلام، الحق في النشر، الحق في التعبير، الحق في المشاركة. وهذا الحق في المشاركة منظمات المجتمع المدني تحاول أن تمارس الحق في المشاركة في التشريع وفي القانون. أنا معها، ولكن يجب أن يكون الضبط بشكل مشروع، لأن كما تعلمون منظمة داعش بين قوسين تمارس حقها في المشاركة ولكن وحقها في الوجود، وتقول بأن حقها في الوجود وسيلتها في ذلك الضغط بشكل سلبي، ولكن الضغط بالإرهاب والضغط بالقتل والضغط بالإعدام. فمنظمة المجتمع المدني ندعوها لأن تضغط على الحكومة وتضغط على أي جهة، ولكن يكون ضغط مشروع وضغط موضوعي وذي فعالية ويساهم في العمل التشريعي البناء لصالح المجتمع. وأريح على تسجيل التوصية الأولى، وهو تفعيل حق في الحصول على المعلومة على المستوى الوطني وعلى مستوى جميع الدول المشاركة في هذه التي لم تشرع بعد مشروع القانون حفظ السرعة الممنوع. وكذلك التوصية الثانية، وهو محاولة إصدار مراسيم تنظيمية وتنفيذية لتفعيل هذه الحق على المستوى الواقعي. وشكرا.